عندنا اجتماعين، فأنا مش يعني في عناوين حتى مش هتكلم فيها، لأن ممكن تقدروا تعملوها أنتوا لوحديكم. يعني هسألكوا سؤال. طيب، هو ربنا في السماء؟ طالما تتكلموا بقى نتكلم مع بعض. جوانا طيب أكون واضح أكتر، هو عرشه في السماء؟ طبعا الأختي بتقوله مظبوط، هو عرشه جوانا برضو. طب هو يعني لما بولس راح السماء الثالثة شاف يسوع ده موجود في كتاب مقدس؟ ده ليا انا، بتشاوري لي انا؟ اعمل ايه؟ اعلي صوتي؟ مش سامعين. اوكي، انا ما ابتديتش اتكلم لسه، انا بسال اسئله مش عايز حد يسمعها. في الاغلب عشان كده انتوا مش سامعين. معرفش تفكروا زي ولا لا، بس يعني طب اوكي، كلنا عارفين تكوين 1:1 مش كده؟ في البدء خلق الله. هو قبل ما يخلق السماوات كان فين؟ وصارت همهمة في الجموع. قبل ما يبقى في سماوات كان في ايه؟ عارف روح الرب يرفع على كل الارض. ما قبل ما يبقى فيه تجننوا تجننوا تجننوا. في البدء خلق الله السماوات والارض. قبل ما يخلق، اكيد قبل ما يخلق الارض وقبل ما يخلق السماوات، قبل ما يخلق السماوات الله ما كانش في السماوات، لانه السماوات اتخلقت، الله كان موجود قبل السماوات. ما تقولوش كانوا بيرف مره تاني، ما كانش في حاجه يرف عليها، ما كانش في حاجه يرف عليها. عارف على ايه؟ انت حلوين. تكوين 1:1 بتقول إن، وخلي بالك كل مرة، بالمناسبة كل مرة في العبري وفي اليوناني في بعض الأحيان، بس كل مرة في العبري السماوات جمع، كل مرة في كل مرة في العبري السماوات جمع، حتى لو في العربي مكتوب سماء في العبري هي جمع، وفي بعض أحيان في اليوناني هي جمع، بس هي دائما جمع. قبل ما يخلق الرب الأرض اللي كان بيرف عليها والسماوات كلها، الله كان موجود، لأن في البدء خلق الله السماوات جمع والأرض.
فعندي أخبار لحضرتك. ربنا ربنا مش في السماوات. في سبب إن الكتاب بيقول لنا إن عرشه في السماء. في سبب إن السماوات خلقت. هنحكي عنه، ده عنوان لوحده في اللي احنا هنشاركه النهاردة. في سبب إن السماوات خلقت، وفي سبب إن عرشه موجود في السماء، لكن ده مش معناه إن ده مكان سكناه. كم المزامير اللي مش هقولها لك، بس هقرأ لك الشواهد بتاعتها وهتكتبها بعد شوية، إنه بس بنعديها لإحنا أشخاص روحيين واخدين على اللغة الروحية، إن الله أعلى من السماوات وبنعديها. آيات كتيرة جدا بيقول لك إن الله أعلى من السماوات. أنتوا عارفين إن الأرض في السماء؟ الأرض في السماء، في السماء الأولى. يبقى في ثلاث سماوات، يمين ثلاث سماوات. بولس صعد إلى السماء الثالثة، لكن يقول لك في السماء الثالثة كان الفردوس. هو الرب ساكن في الفردوس؟ اقرا كتاب مقدس. اوكي، اليوم تكون معي في الفردوس. بس هو العرش في الفردوس. اوكي، بولس راح السماء الثالثه. اقرا كتاب مقدس كورنثوس الثانيه صحاح 12. لما اختطف بولس، اختطف الى الفردوس. اوكي، رجوعا مره تاني. انت كويسين جمال. رجوعا مرة تاني، كنت بقول لكم الأرض في السماء. لو أنت على سطح المريخ النهاردة وبصيت لفوق للسماء هتلاقي الأرض. أنت قاعد على الأرض بتبص للمريخ وبتقول دي السماء، السماء الأولى يعني، مش السماء الظاهرة، السماء الجلد، السماء الطبيعية، مش كده؟ فأنت على الأرض بتبص لفوق بتلاقي القمر فين؟ في السماء. لو أنت قاعد على القمر وبصيت لفوق هتلاقي الأرض وتقول شايف السماء؟ فالأرض في السماء الأولى. في وشوش جميلة جميلة جميلة. هو بيقول إيه ده؟ أنا عن قصد مش عن قصد، أنا مجرد بعمل شيفت جوه المسلمات الشعبية الفولكلورية عن السماء، وإن السماء ساكن فيها ربنا. هقول لك السماء ساكن فيها ربنا ازاي حالا. انا مش بلغي الايات، لان في ايات بتقول كده، بس الايات دي مش بتلغي ايات اخرى بتقول ان في البدء قبل ما يخلق السماوات كلها الله كان موجود. اذا الله ما كانش موجود في السماء قبل ما يخلق السماوات والارض، الله كان موجود. تاني فين؟ كان فين؟ كان فين؟ كان فين؟ ملوك الأول. كان فين؟ كان فين؟ كان أنا هو من قبل الأذل، من الأذل، من قبل أي حاجة. أنا كائن، كان أنا هو وإلى الأبد أنا هو. كان كائن فين؟ في اللا موجود، في اللا موجود، في الغير مخلوق، في اللا موجود، لأن هو موجود قبل ما يبقى في حاجة اسمها وجود. الوجود اتخلق من الرب الموجود حتى في اللا موجود. والسماوات اللي احنا بنقولها غير مرئية، السماوات كلها مش السماء الجلد بس، لكن السماوات كلها الغير مرئية خلقت، ما كانتش موجودة. فالغير مرئي ما لا يرى ده مخلوق،
ده مش كان موجود لأن ربنا موجود. ربنا خلق الغير مرئي وخلق المرئي، خلق كل السماوات الغير مرئية والمرئية، وخلق فيها الأرض. وده السبب كنت بقولك إن الأرض موجودة في السماء. هو خلق الغير مرئي وخلق المرئي، خلق السماوات المرئية اللي فيها الأرض وخلق السماوات الغير مرئية. فالله قبل وجود الغير مرئي موجود، لأن هو موجود قبل حاجة اسمها وجود. أنا هو. نقول له اسمك إيه؟ نقول لهم اسمك إيه؟ موسى سألوا، قال له أنا أهيا، أنا هو. عشان كده حتى اليهود في القديم كانوا يخافوا ينطقوا أو يكتبوا كلمة يهوى، وفي بعض أحيان كانوا ينطقوها حروف عشان ما كانش ينفعوا يجمعوها على بعض ويقولوا يهوى، لأن بالنسبة لهم دي حاجة مهابة جدا، حاجة كأنك بتضيع إيمانك لو نطقت الحروف دي على بعض. ممكن تنطق حروف تانية، لكن يهوى ما كانوش يعرفوا ينطقوها. ليه؟ لأنها مهابة جدا بالنسبة لهم، لأن ده أنا هو. وأنا هو ده الموجود قبل الوجود، الموجود قبل ما السماوات تتخلق، دخل إلى العالم. فاكرين الآيات القرناها في عبرانيين؟ فخلع المجد ودخل إلى العالم وأخذ جسد. فاكرين لما قال بعض الموجودين من هنا لن يموتوا حتى يبصروا ملكوت السماوات آتي بقوة، وبعد 8 أيام أخذ الثلاث تلاميذ لجبل التجلي؟ فين اللي حصل في جبل التجلي؟ هو رجع تاني شوية بس في الحفل، فابتدأ يلمع. حد فهم حاجة؟ هو أخذ جسد، دخل إلى العالم وأخذ جسد. في معاني كتيرة للآية دي، أنا عارف لو أنت قريت ودرست في عبرانيين 1 في معاني كتيرة للآية دي، والمعاني كلها تجنن. الحقيقة أنا لما طلعت فوق كنت باخد وقتي قعدت أدرس في عبرانيين 1 اللي احنا مش هتكلم عليها. بأمانة مش بهرج. أحد المفسرين الكبار المحترمين قال لك لما دخل إلى العالم ده القيامة، وقال لك القيامة التجسد نمرة 2 ليسوع. وأنا قاعد مش هنتكلم فيها دلوقتي. أحد المفسرين بيقول، من حقه أن يقول، ومفسر محترم جدا ومعروف جدا ومشهور جدا، مش موضوعنا دلوقتي، قال لك أن القيامة كانت تجسد نمرة 2 ليسوع وأثبتها، بس مش موضوعنا، مش موضوعنا. بس أنا ما كنتش مشغول بدي، أنا كنت مشغول لما دخل إلى العالم. ما كانش بيتكلم على التجلي خالص، فده كان أنا مشوار روحي ما بيني وبين ربنا. فلما دخل إلى العالم أخذ جسدا، عبرانيين 1، وكان ماشي بالجسد وموجود في الجسد، لأنه عبر اللا مرئي ودخل في المرئي، فأخذ جسدا وبقى بيتحرك في وسط تلاميذ. وبقى لما جه جبل التجلي قال لهم حوريكم حتة صغيرة، فلو جاز التعبير كأنه رجع لورا شوية، فتح لهم اللا مرئي. ولما فتح لهم اللا مرئي شافوه يلمع كما لم يلمع قصار، صار جلد وجهه يلمع، تغيرت هيئته قدامهم، وفجأة فتح ليهم اللا مرئي، وفجأة شافوا إليا وموسى. حد فهم حاجة؟ استارت فتحت، فتح ليهم اللا مرئي. حد فهم حاجة؟ ده اللي حصل في جبل التجلد، حوريكم ملكوت السماوات بقوة، وقام فتح شوية اللا مرئي، وصار ابتدى يلمع، وتغيرت هيئته قدامهم، وظهر إليا وموسى، فتح ليهم طاقة في اللامرئي. وبطرس قال له الله ينور، خلينا قاعدين هنا. وفجأت سحابة، لم يروا إلا يسوع وحده. القصة كلها إنه اللي أنا عايز أرجع له، القصة كلها إن اختبار، أوكي، ملوك الأول 8، عشان بس ملوك الأول 8، نعمة 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 رب ساعدنا. ملوك الأول 8 صح، مشهور قوي بتاع سليمان والهيكل، يمكن ورد الحكي كتير في القصة دي.
ملوك الأول 8:27 هل يسكن الله حقا على الأرض؟ عدد 27 هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك. أنت شايفين الآية؟ هو ذا السماء وسماء السماوات لا تسعك. نكمل الآية. فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. ده سليمان بيقول له يا رب أنت السماوات وسماء السماوات لا تسعك وأنت جاي تتنازل وتسكن في هذا البيت. محتاج تدرك أن الرب أوكي أنا بوقف نفسي كتير. مزمور 103 مزمور 113 أنا آسف هقول لك يعني هنرجع للعنوان بتاع الله والسماوات. أنا بشتغل في الله والسماوات العنوان اللي في عندك في الورقة بس أنا هنط لماذا هناك سماوات هجاوب على دي وبعد كده نرجع نتكلم براحتنا شوية. أنتوا كويسين؟ مش كويسين وهو المطلوب إثباته. مزمور 113 مزمور 113 الرب عال فوق كل الأمم. مزمور 113 عدد 4 الرب عال فوق كل الأمم فوق بنقراها طبعا بنتصور انها تعبيرات مجازيه بس دي مش تعبيرات مجازيه. الحقيقي 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 هو فعلا فوق السماوات لان السماوات خلقت هو كان موجود هو فوق السماوات وهو فوقها خلق السماوات وخلق الارض. فوق السماوات مجده من مثل رب الهنا الساكن في الاعالي الناظر الاسافل. فين يعني بيبص من فوق يشوف السماء. Good morning. أنا عارف حال ده أنا هتبارك بركة. أنا أدرى ربنا مش في السماء. الرب عال فوق كل الأمم فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض. ربنا لما بيتواضع بينزل السماء. ربنا هقول لك ليه حال ربنا لما بيتواضع بينزل السماء. عارف ايه؟ عارف ليه في سماوات؟ عشان يقابلك فيها. السماوات خلقت عشان الله يقابل الانسان فيها. لماذا هناك سماوات؟ انا قلت لك الاجابه حالا. لماذا هناك سماوات؟ السماوات خلقت لكي يتقابل الله مع الإنسان فيها. فكل آية الساكن في السماوات ده الإعلان اللي احنا بنشوفه عشان هو سكن في السماوات عشان يقابلك. هو بينظر من بينظر الأسافل في السماوات. هو لما بيتواضع بيتواجد في السماء وبيتواجد في السماء عشان يقابلك. فربنا بينزل للسماويات عشان يقابل حضرتك. ده اللي سليمان قال له أنت أعلى هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك وأنت جاي تسكن في هذا البيت الذي بنيته. هتفهم حاجة؟ لا. صدقيني ولا أنا
لأنها ما تتفهمش أبدا، لأنها ما تتفهمش أبدا. هي 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 بس هي ببساطة لأنه خلق السماوات والأرض، فالسماوات مخلوقة وخلق السماوات عشان يسكن فيها لينا، مش لأن السماوات هو البيت بتاعه. فهو خلق السماوات للأرض، وخلق الأرض في مستوى من هذه السماوات في السماء الأولى، خلق الأرض وخلق السماوات علشان يتقابل مع المخلوقات بتاعته في السماوات دي، ناظر الأسافل في السماوات والأرض، بيتواضع ويتواجد في السماء عشان يقابل حضرتك وحضرتك في السماويات. عشان كده أجلسنا معه في السماويات. اكتب عندك حبة شواهد تحت الله والسماوات. مزمور 8:1، هنكتب شواهد بس. انا اذكركم احنا في 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 دراسة مش في اجتماعات. مزمور 8:1، مزمور 57:5، مزمور 148:4، كل دي آيات بتقول لك إنه هو فوق السماوات، هو أوسع من السماوات، هو أعلى من السماوات، هو مش ساكن في السماوات، هو ساكن في السماوات عشانك، بس هو مش بيته هناك يعني. مزمور 148:13، كفاية كده. طبعا تحتيها برضو اللي هو الآية اللي قرناها في سليمان ملوك الأول 8:27، لو أنت ما كتبتهاش، ملوك الأول 8:27. وهنا تدرك ببساطة، هنا تدرك حاجة، أي إله مثل هذا؟ ده اللي سليمان كان وصل له في الهيكل، إن الإله للسماوات وسماء السماوات لا تسعه، جاي بسحاب حضوره في بيت. الإله للسماء السماوات لا تسعه، جاي بسحاب حضوره فيك. وإن التجسد حاجة غير عادية، إنه يختار إنه خالق السماوات، خليني أقول لك ده فادي السماوات، لأن السماوات مخلوقة. هنقرأ آيات. السماوات احتاجت فدا. هو لو ساكن في السماء يبقى السماوات مش محتاجة فدا، الأرض هي اللي محتاجة فدا. بس كتاب مقدس بكل وضوح هتشوف حالا رب فدى السماوات. السماوات مخلوقة، لما بيسكن في السماوات، الإعلان أنه الساكن في السماوات لثبت كرسي في السماوات، ده عشاننا، عشان يقابلنا. هو بيتواضع وبيتواجد في السماء عشان يقابلك في السماء. هنبص مع بعض حتى الآية اللي احنا قريناها في مزمور 113، الرب عال فوق كل الأمم، عدد 4، فوق السماوات مجده، من مثل رب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض. وفجأة يقوم نقلها نقلة جميلة قوي، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه. هنرجع للآية دي بس في شاهد تاني، لأن الآية دي موجودة في شاهد تاني، ونشوف الديناميكية بتاعت السماء والأرض وديناميكية ربنا اللي هو فوق السماوات، إزاي حضوره بيستعلن للإنسان، وإزاي الإنسان بيحافظ على حضوره. لأن الإنسان، أختي اللي كانت بتضحك معايا وأنا بضحك معاها، كلامها كله مظبوط، هو موجود. عارفين إن في عروش كتيرة؟ عارفين ان انت عرشه في السماء،
نعم، وزي ما أختي قالت وزي ما كلكم عارفين وحتوافقوا لأنه اللغة الدينية الروحية موجودة في وسطينا، بس بنروحنها. عارف إن قلبك هو عرش الرب؟ عارف إن العرش دايما موجود في السماء؟ في تليفون على الفايبريشن. عارف ان السماء فيها عرش، ومفيش عرش بدون سماء، وعرش قلبك. مظبوطة ومش مظبوطة، بس مش حقيقة. فكروا فيها. بروح واكي سفر إشعياء. ازيكم؟ إشعياء 57. انا بحاول ابسط، وبحاول ده ابسط حاجه موجوده في البلد عندنا. إشعياء 57، بحاول الاقي سكتي اصلا اقوله ازاي. إشعياء 57 ايات كلكم عارفينها. إشعياء 57:15، هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه. هكذا قال العلي المرتفع، اللي كانوا بيسألوني كان ساكن فين، أهو ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح. ربنا عنده هنا ثلاث عناوين. عنده ساكن في الأبد، ده قبل السماوات ما تتخلق. وعنده في الموضع المرتفع المقدس، ده السماوات. وعنده المنسحق والمتواضع الروح. فعنده ثلاث عناوين. ساكن الأبد، والساكن الموضع المرتفع المقدس، والساكن المتواضع ومنسحق الروح. ده اللي سليمان قاله، سماء السماوات لا تسعك، فأنت فوق، ده ساكن فوق سماء السماوات وساكن السماوات وجاي تسكن في البيت. في الأبد عرش، ده مش في السماء. في السماوات عرش، بس العرش ده خلق عشان تقابله فيه. وفي القلب عرش. كل عرش حواليه سماء، لأن العرش موجود في السماء. حزقيال 1. عارفين اخواتنا الليبراليين يقولوا ايه؟ نلعب بقى مع بعض شويه طالما انتوا. اخواتنا الليبراليين يقولوا ايه؟ يقول لك ما تحملش الايه اكتر ما تحتمل، دي كذبه من الجحيم. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ يقول لك ما تحملش الايه اكتر ما تحتمل، فما ما تطلعش معاني من الايه مش موجوده. اوكي،
منظرها منطقي جدا، فلسفة منطقية جدا، ما ينفعش أطلع من آية معاني مش موجودة. مظبوط الكلام، الله ينور، نسلم على بعض. بس تعرف إيه نتيجة الجملة الصح دي؟ نتيجة الجملة الصح دي أنت ممكن تطلع حاجات، يعني بيقول لك كده، بيقول لك أنت بتطلع حاجات عن الرب مش موجودة في الآية. طبعا أنا ممكن أطلع معاني برا الآية طبعا، لكن طول ما أنت بتاخد الآية وبتعظم فيها الرب، وبتعظم فيها صلاح الرب، وبتعظم فيها جود الرب، وبتعظم فيها مهابة الرب، استحالة تحمل الآية أكتر ما تحتمل، لأنك عمرك ما هتقدر تحمل الرب حاجة أعظم منه. لو قدرت تحمل الرب حاجة أعظم منه، فأنت بتخلق إله أعظم من الرب، وده مش موجود. حد فاهم حاجة؟ ما تحملش الآية أكتر ما تحتمل، فأنت عمال بتقول أنه صالح 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 صالح، أنت زودتها قوي أكتر ما الآية تحتمل. يعني أنا طلعت صلاح مش موجود في ربنا؟ حد فاهم حاجة؟ يعني لو أنا قدرت أطلع صلاح مش موجود في ربنا، فأنا طلعت إله صالح أكتر من ربنا. لو أنا قدرت أطلع عظمة من آية أكتر من عظمة ربنا، فأنا خلقت إله أعظم من ربنا. وده مش وارد. فلا يمكنك أنك تحمل عظمة على ربنا أعظم منه، ولا يمكنك أن تحمل صلاح على ربنا أكتر من صلاحه، ولا يمكنك أن تحمل مهابة واتساع على ربنا أعظم من اتساعه. هتفهم حاجة؟ احتياطي بس عشان بس إيه؟ إخواتنا الليبراليين يزعلوا. بصوا الجملة صح، الجملة صح. هل ممكن حد يسيء استخدام الآية؟ نعم. أنا مش معترض على الجملة، أنا معترض على الروح أو النتيجة اللي بتخرج من الجملة زي كده. بنسمعها ونعدي، بنسمعها طبعا مزبوط كلام، مزبوط، ما هو مزبوط الكلام، بس مزبوط لو مزبوط على مستوى الفلسفة، أنت بتخنق الآية وبتطلعها سطحية جدا، ما فيهاش سر، ما فيهاش قوة، ما فيهاش عمق، مش مقارنين الروحيات بالروحيات. فحق يراد بي باطل، أو جملة منظرها صح بحسب الحكمة، الفلسفة ليست لها قيمة من جهة إشباع البشرية. ليه؟ لأنها بتنكر القوة الموجودة في الآية، وتقولك أنت بتحمل في الآية أكتر، أنت بتحمل عظمة، بتحمل مهابة، بتحمل حضور، بتحمل صلاح مش موجود في الآية. يا سلام، يعني أنا بخترع إله أعظم من الله الموجود في الآية؟ أنا آسف أن قلت لكم دي دراسة، لازم تشغل مخك ولازم ما تقبلش الجملة، أو حتى لو الجملة صح، طب ودي بتوصلني لإيه؟ هو أنا ممكن أطلع صلاح في آية أعظم من صلاح الرب؟ استحالة. فطلع زي ما أنت عايز، حمل الآية زي ما أنت عايز، أوسع مفخيلك اركبه، مش هتطلع إله صالح أكتر من صلاح الرب الموجود في الآية. ده كلكم عارفين الآية، بس أنا عايز أقراها لأن كنا بنصليها. أكثر مما نطلب أو نتخيل أو نفتكر. يعني مهاب قد ايه، متسع قد ايه، جوده انه ياتي ويسكن فيا،
تقول لي يعني انت يا نادي كنت بتحمل اكتر مما تحتمل على موضوع السماء. لا لا لا، بالمناسبه ده ملوش علاقه بده، ده موضوع تاني، ده موضوع لما اللاهوتين يقعدوا يتخانقوا معايا انا ويقولوا يا نادي انت بتحمل ايه اكتر ما تحتمل. لكن الحقيقه الكتابيه انا كنت بقولها لك، كنتش بحمل ايه. الله خلق السماوات، الله مش موجود في السماء، الله بيتواضع ويتواجد في السماء عشان يقابلك. دي حقيقه ما فيهاش تحميل، دي حقيقه. الله بيتواضع ويبقى موجود في السماء عشان يقابلك. وهنا بيقول هو ساكن الأبد ده قبل ما تخلق السماوات، وبعد كده بيسكن في الموضع المرتفع المقدس، وبعد كده بيسكن مع المتواضع منسحق الروح. أينما وجد عرش، أينما وجد كرسي للرب، وجدت سماويات. ده اللي تكتشفه كتاب مقدس، بس أنا ما حبيتش أملاك بآيات وآيات 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 كتير. ده تكتشفه كتاب مقدس، لما بيجلس الرب على كرسي العروش بتتستف حواليه. أديك الشاهد دانيال 7، حينما يجلس الرب على كرسي العروش بتتستف حواليه. إذن السماويات أينما جلس الرب، أينما جلس الرب هناك سماويات. عايز الشاهد بالضبط؟ دانيال 7:9. مش هنفتحها عشان الوقت. أينما جلس الرب هناك سماويات. ولو رب بيجلس في عرش قلبك هناك سماويات. إذن هناك سماويات شخصية. طالما الرب موجود في قلبك وده عرش الرب وانت سلمت، هو ده السجود. ما هو بصوا بصوا بصوا، اللي بيمشي في الرحلة دي بيتملي سجود، بيتملي تواضع. المعرفة بتنفخ، الفلسفة بتنفخ، لكن الإعلان بيملك تواضع. طالما في عرش في القلب، إذن هناك سماويات حوالين هذا العرش. طالما الرب ساكن في مكان في الأبد في الموضع المرتفع ومع المنسحق ومتواضع الروح، ووجوده في العرش اللي في قلبك ده التكريس، ده المحبة، ده الإدراك أنت مين، إدراك أنك عرش الله على الأرض. ما هو دي الهوية، إدراك أنك عرش الله على الأرض. ما هو ده ما لا يرى. ده أنا حتى ده أنا طلع مربي دقنه وشكلي مش عارف إيه وحالتي مش عارف إيه، وما بصدش حاجة وحشة على الدقن يعني ومش عارف إيه وإيه حبيبي. أوكي، ما أنت ممكن تعيش المرئي ما تراه، وممكن تعيش ما لا يرى. مش بس وهنا، ممكن كان تعيش ما لا يرى. الإيمان هو إيه؟ الإيقان بأمور لا ترى. والرب يقول انه عنده ثلاث عروش: عرش في الابد، عرش في الموضع المرتفع المقدس، وعرش في قلبك. واينما وجد عرش وجدت السماويات. إذن هناك سماويات شخصية. أخ سوري لي أنا آسف. أوكي أصبروا علي النهاردة، أنا ما أنا قلت لكم النهاردة بالليل محتاج نعمة. حسقيا الواحد. نعمة. كان في السنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر وأنا بين. بصوا إحنا ممكن نقفل الموضوع ونتكلم عن الحرية والشفاء يعني، نتكلم عن مواضيع روحية سهلة أوي. بس جاء الوقت إنك تفهم أنت بتعبد مين، وجاء الوقت إنك تعرف مين ساكن فيك، وجاء الوقت إنك تعرف إنك بتطلق إيه لما بتسبح وبتعبد. وهقول لك بتطلق إيه حالا بعد شوية. بس جاء وقت تعرف السماء والأرض يعني إيه.
يعني ايه سما وارض. جاء الوقت انك تعرف يعني ايه سما وارض ببساطه كده، وان السما مش مكان سكن الرب، الرب بيسكن السما عشان يتقابل معاك فيها، هو ساكن السما، عرشه مثبت في السماء، ثبت في السماوات كرسي عشان يقابلك، مش لانه ساكن هناك. هو ساكن في الابد وساكن في السماويات وساكن عندك، وحيثما وجد كرسي وحيثما وجد عرشه هناك سماويات، فانت ساكن السماويات، انت عرش الله على الارض. إذن طالما أنت عرش الله على الأرض هناك سماويات محيطة بك، لو تحب تشوفها، لو شفت نفسك في ما لا يرى، حتارى السماويات المحيطة بالعرش الساكن جواك لو تحب، أو ترى التراب أو ترى المشاكل وترى المشكلة اللي حصل وشفت اللي حصل وشفت اللي حصل وشفت اللي حصل، ممكن ترى ده وممكن ترى حاجة تاني، ترى العرش وترى السماويات المحيطة بالعرش، لأن هو الساكن فوق السماوات، ساكن السماوات، هو إذا سماء السماوات لا تسعك فجاي تسكن في البيت. وده اللي خلى سليمان ينبهر. حزقيال واحد. كان في السنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر وأنا بين المزبين عند نهر الخبور أن السماوات انفتحت. أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. في الخامس من الشهر وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانين عند نهر الخبور، وكانت عليه هناك يد الرب، فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة نار متواصلة حولها لمعان، ومن وسطها كمنظر نحاس اللامع من وسط النار. بل بالمناسبة نار متواصلة دي كلمة جميلة قوي، دي عاصفة نار، عاصفة نار اللي ساكنين في بلاد زي أختنا اللي جاية من أمريكا عارفة يعني إيه فاير ستورم. فاير ستورم يعني نار بتولد نار بتولد نار بتولد نار. النار المتواصلة دي نار لا تنطفئ، لأنها نار بتولد نار بتولد نار بتولد نار، بتاكل يعني ده اللي بيحصل في الغابات في أمريكا أو في كندا، إنه يحصل كده إنه ما يعرفوش يلموها. ليه ما بيعرفوش يلموها؟ دي نار متواصلة. نقطة جانبية أنا آسف. سحابه عظيمه ونار متواصله حولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار. وابتدى يشوف الكائنات الروحيه الاربعه، مش ده موضوعنا، ونار لمعان من النار كان يخرج برق. نظرت عدد 15، نظرت الكائنات واذا بكره واحده على الارض بجانب الحيوانات او عجله بجانب هذه الكائنات. ما بحبش كلمه حيوانات لانها بالنسبه لنا كلمه حيوان دي كلمه غريبه او كلمه مش هي حقيقي كائنات روحيه باوجهها الاربعه، فاكرين الاسد والنسر والانسان والثور. منظر البكرات او العجلات وصنعتها كمنظر الزبرجد، والاربع شكل واحد، ومنظرها وصنعتها كانها كانت عجله داخل عجله او بكره وسط بكره. لما صارت على جوانبها الأربع لم تدر عند سيرها، أطرها عالية ومخيفة، أطرها ملآن عيون حواليها للأربع ملآن عيون. إذا صارت الكائنات صارت البكرات بجانبها، إذا ارتفعت الكائنات عن الأرض ارتفعت البكرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والعجلات ترتفع معها، لأن روح الكائنات كانت في البكرات. فإذا صارت تلك صارت هذه، وإذا وقفت تلك وقفت، إذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت العجلات معها، لأن روح الكائنات كانت في العجلات. على رؤوس هذه الكائنات مقبب أبة كمنظر بلور هائل منتشرا على رؤوسها من فوق، وتحت الأبة أجنحتها مستقيمة الواحد نحو أخيه، ولكل واحد اثنان اثنين أجنحة يغطيان من هنا، ولكل واحد اثنان يغطيان من هناك أجسامهما. لما صارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة، كصوت القدير، صوت ضجة، صوت جيش. ولما وقفت أرخت أجنحتها، فكان الصوت من فوق الأبة الذي على رؤوسها. إذا وقفت أرخت أجنحتها، ده بيكرر، فوق القبة التي
على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر عقيق أزرق، وعلى شبه العرش منظر إنسان عليه من فوق. رأيت مثل منظر نحاس لامع، منظر نار داخله من حوله، من حقويه إلى فوق ومن حقويه إلى تحت. رأيت منظر نار لها لمعان من حولها كمنظر قوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب. هو حزقيال شاف السماء كده؟ أنهي سماء فيهم؟ طب بلغة العهد الجديد دي السماء الثالثة؟ أشرح لك اللي احنا قريناه. شاف قبة وفي القبة عرش، والقبة دي باللور كل مواصفات العرش، عرش الإلهي. وشاف شبه ابن الإنسان جالس في العرش، نار من حقوي إلى أسفل، نار من حقوي إلى فوق. شاف قوس قزح، قوس حوالين العرش ماشي. وشاف هذه العجلات شايلة هذا العرش، والعجلات دي قطورها عالية وملقانة نور، والكائنات الروحية بتتحرك مع هذه العجلات حملة هذا العرش. أرجع بيك لورا، حزقيال عند نهر المزبيين، فجأة الستارة اتفتحت، إذا السماوات انفتحت، فرأى رؤى الله، ورأى هذا العرش المتحرك على عجلات بحضور إلهي. إذن هناك حاجة اسمها سماويات، السماوات اتفتحت، سماويات بس متحركة. تقول لي مش عجباني، أقول لك أوكي ماشي. مزمور نعمة نعمة نعمة، مزمور 68. أنا عارف صدقني، أنا عارف. مزمور 68، جبل الله جبل بشان، جبل الله جبل بشان، جبل أسنمة جبل بشان، جبل الرب جبل إثمار. عدد 15، مزمور 68 15. لماذا أتها الجبال؟ هشرح لك حالا، ما تتعصرش، أنا بقول لك جملة وبعد كده. لماذا أتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه؟ الرب يسكن فيه إيه؟ إلى الأبد، عرش. أوكي. مركبات الله، خلي بالك، مركبات الله اللي هو ساكن فيها، مركبات الله ربوات ألوف مكررة الرب فيها. الرب ده العرش، الرب في مركبات ألوف مكررة. بتبصيري كأني أنا مش جايب من عندي، أهو أنا مش جايب من عندي. إحنا ما بنفكرش، بس إحنا ما بنفكرش في الآية. أنا مش جايب من عندي، الرب فيها مركبات الله، مركبات الله. مرة تاني، مركبات الله ربوات ألوف مكررة الرب فيها. هكمل سينا في القصة دي، دي نتيجة طبيعية حالا. أينما وجد عرش وجدت سماوات، وهنا بيقول لك إن السماوات دي متحركة. أم الله، الله جاء من سعير وتلألأ من فران، ده كان إيه؟ ده بيتحرك بالسماوات بتاعته في البرية. اللي خلي سينا في القدس مركبات الرب، ده المركبات، ده اللي شافها حزقيال، ده مركبات الرب، العجلات اللي مليانة أطورها عالية ومخيفة، والكائنات الروحية بتحمل هذا الحضور الإلهي، والسماء السماء 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 السماء. أنا عن قصد بكرر، معلقتش، السماء اتفتحت فشاف مركبة من مركبات الله فيها عرش وفيها الحضور الإلهي.
تقول لي ايه فايدته ده ليا؟ هقول لك حالا 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 اقول لك انا رايح ليه. انا رايح ليه؟ انا رايح لحاجه مهمه جدا 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 وروحيه جدا 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 وهامه جدا 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 لحضرتك على مستوى شخصي، لاوضتك، لشغلك، لخدمتك، لبلدك، لكل حاجه. فانا رايح لحته، انا مش بقول لك كلام عشان مجرد لخبط دماغك وبس. نو بالعكس، انا بشاور لك على حاجه كتابيه جدا. فحزقيال لما السماء اتفتحت فوقيه وشاف العرش، هو ما كانش في السماء الثالثة، كان عند نهر المزبيين، والسماء اتفتحت فوقيه لمركبة الله المعدية بالعرش وبالسماويات. إذن هناك سماويات متحركة، الكلمة اللي ما عجبتكمش. أقول الجملة دي مرة تاني. الله جاء من سعير، تلألأ من فران، سينا بقت في القدس. كل التعبيرات دي مش تعبيرات روحية جلجلة، ده بيحكي عن العرش وعن الحضور الإلهي اللي بيتحرك في الأرض بسماويات. وحزقيال بياخد خلوته عند نهر المسبين، انفتحت السماويات، مش السماء الثالثة، انفتحت السماويات. فرأيت رؤى الله. ايه اللي شافه؟ شاف مركبة مليانة النار متواصلة وكائنات روحية، وفوق هذه العجلات شاف العرش، وشاف الجالس على العرش، نار من حقوي إلى فوق، نار من حقوي إلى أسفل. هذا شبه منظر مجد الرب. فخررت على وجهي. ابتدى الرب يكلمه ليه؟ لأنه شاف السماء، شاف السماء الثالثة، شاف أنهي سماء من السماوات، شاف سماء متحركة لي. ده مهم ليك جدا جدا. أوكي يا رب سامحهم أشعي. انا عارف، انا مستعد نفسيا عامه، فما انا مستعد نفسيا جدا جدا جدا. قال وقت بقى، قال وقت كفايه. اشعياء 51، اشعياء 51. علشان كده انا ابتديت وقلت لك هو ربنا ساكن السماء، واثبتت لك ان ربنا مش ساكن السماء، هو ساكن السماء علشانك، عشان يقابلك. هو ساكن السماء عشان يقابلك. هو بينظر لتحت ويشوف السماء، ويقوم نازل ويتواضع، ناظر الأسافل في السماويات، يقوم باصص لتحت ويتواضع وتواجد في السماء، ويأتي في سماوات في بعض أحيان متحركة على حياتك وعلى أوضتك، والسماء تتفتح وترى مركب الله فيها، مركبات الله ألوف ألوف الله فيها. إذن هذه السماوات عددها كام؟ ألوف. ممكن تعترض، بس مش دلوقتي، بس اعترض زي ما انت عايز. هو اللي قال، انا مش بخترع، هو اللي قال مركبات الله ألوف ألوف، ربوات الرب فيها. والمركبات في حزقيال واحد شفتها بالعجلات بكل المشهد، وتحركت فوق حزقيال وهو بياخد خلوته، وهذه الأمور متحركة، مركبات الله. هو ده اللي تلألأ من سعير وجاء من فران، هو ده اللي تحرك في البرية، السماوات كانت بتتحرك، مركبات الله سينا في القدس، جغرافيا مقلوبة، سينا في القدس. عارفين ليه؟ لأن مركبة الله استقرت فوق جبل سينا. وده التفسير، التفسير ال المشيخي. حضور الله استقر في سينا، إذن سينا بقت في القدس، مركبة الله استقرت، سماء الله المتحركة، العرش تواجد فوق سينا، سينا بقت في القدس، السماويات جت على سينا، فسينا بقى في القدس. ويقول لك عددها قد ايه السماويات دي؟ الوف الوف مكرره. اوكي
اوكي اشعياء 51 اشعياء 51 عدد 15 انا الرب الهك مزعج البحر فتعج لججه رب الجنود اسمه قد جعلت اقوالي في فمك جعلت اقوالي خلي بالك ده بيكلم اشعياء قد جعلت اقوالي في فمك وبظل يدي سترتك ليه يعني السماوات بتتغرس لغرس السماوات ولتأسيس الأرض ولتقول صهيون أنت شعبي. هنفصص الآية دي الاجتماع اللي جاي مش عارف هيجي إمتى بس هيجي للادي لازم نخلص الموضوع ده للادي على بعض. الصبحية كان اجتماعين على بعض عن أسرار ودول اجتماعين على بعض عن السماويات. فهنا بيقول لك ده بيكلم واحد بيقول له انت بديك كلمتي وبسترك بغطيك بحميك جعلت اقوالي في فمك هذا انا الرب مزعج البحر تعجلجه رب الجنود اسمه جعلت اقوالي في فمك وبظل يدي سترتك لتكليف الهي ايه انك تفتح السماوات لغرس السماوات انك تفتح سماويات لانك لو السماوات اتغرست فوقيك الارض بتتاسس تحتيك ويحصل شعب للرب ده فعل ارادي في قصه حزقيال هو قاعد بياخد خلوته السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله ومركبه سماء ومركبه عرش عدت فوقي وشافها ولم يحتمل وسجد هنا بيقول لأشعياء مستوى مختلف خالص انك انت موجود عشان تفتح فاكرين الكتاب اللي بيتفتح ويطلع حاجه مجسمه انت يا حبيبي بحط كلمتي فيك علشان تفتح سماويات لانك لو فتحت السماويات بتاسس ارض وبيطلع شعب يقول انا للرب لغرس السماوات ولتاسيس الارض طبعا انا ممكن اجيب حاجات من الاجتماع اللي جاي بس احنا محتاج تضم الاجتماعين على بعض طبعا اعظم مثال هو يسوع يسوع لما السماوات اتفتحت فوقيه في معمود السماوات اتفتحت لانه اكمل البر في معموديه يوحنا والسماوات اللي اتفتحت ثبتت قال لهم من الان ترون السماء مفتوحه ليه لانه غرس السماوات فأسس الأرض وطلع شعب بيقول أنا للرب المبدأ ده مبدأ موجود في بولس موجود في يسوع موجود في داود وسليمان لأن هم لما غرسوا السماويات تأسست المملكة على الأرض وطلع شعب في ملكوت أنا ممكن أطلع آيات لكل ده بس لا يسعنا الوقت فببساطة هذا الإعلان إنه في بعض أحيان بتبقى زي واخد خلوتك حزقيال والسماوات تفتح ومركبة العرش مركبة سماوية توريك السماء دي سماوات متحركة على أولاد رب مركبات الله ألوف ألوف ربوات مكررة الرب فيها سينا بيبقى في القدس ده مستوى الرب جاء من سعير تلألأ من فران ومستوى آخر أشعيا بيقوم غرس السماوات ده فعل إرادي ولتأسيس الأرض وده الكوميشن ده التكليف دي الإرسالية انك تفتح هنشوف حالا هنشوف في الاجتماع الجاي تفتح ولما بتفتح سقف بتفتح أرض لما بتفتح سقف بتفتح أرض وطول ما في سقف وأرض فانت عملت بيت وفي البيت شعب بيقول احنا للرب علاقة حضرتك مع السماوات علاقة مش غريبة لأن في عرش في قلبك وحيثما وجد عرش وجدت سماويات
سماويات عرش قلبك وسماويات سكن الرب وسماويات الأبدية في نفس اللحظة متواصلة مع بعض، لأنه حيثما وجد عرش وجدت سماويات وحوالين العرش ده سماويات. فمش غريب أن السماء تتفتح فوقيك وتبصر مركبات الرب. تقولي أنا شفت السماء الثالثة، على مهلك عليا، على مهلك عليا، واحدة واحدة. أنت شفت مركبات الرب السماوية المعدية، انت شفت السماويات، يمكن انت غرستها وانت مش واخد بالك بايمان، وفتحتها فوقيك وانت مش واخد بالك بايمان، لان كل مره بتعبد السماويات بتتفتح انت وانت مش واخد بالك. اللي انا بوصفه لك ده حصل في حياتك وانت مش واخد بالك، لان كل مره انت انطلق ايمانك وعبدت كده ورا الرب ونسيت نفسك، انت فتحت صفحه في قلبك وفي حياتك، وحوالين هذا العرش اللي اتفتح في قلبك سماويات اتفتحت. فانت بالفعل بالفعل اختبرت غرس السماويات وتاسيس الارض على حياتك وانت مش واخد بالك. تقولي دي السماء الثالثة، لا يا حبيبي، دي السماء الشخصية اللي اتفتحت فوقيك. طب أنا شفت مش عارف إيه حبيبي، دي السماوات المتحركة اللي الرب بيحركها في سعير وفي فران وفي وبيتلألأ فيها وبيعدي ألوف ألوف ربوات مكررة الرب فيها سينا في القدس. أنا على فكرة تحت عنوان أنواع السماوات. احتياطي بس احتياطي أحسن أحسن يتركوني بقول يعني ما. اوكي، طالما في مناسبه انواع السماوات، اكتب نوع من انواع السماوات، انواع سماوات مثبته. فهناك سماوات على مركبات، هناك سماوات بتتغرس، وهناك سماوات مثبته. مزمور 103:19 دي ايات بقى سهله قوي. 103:19 دي ايات سهله قوي، انت ممكن تطلعها. الرب ثبت في السماوات كرسي، والرب جلس في الاعالي، وكل الحاجات دي سماوات مثبته. اوكي، 103:19 اوكي. ف ايه اهميه كل اللي بنقوله ده؟ اهميه كل اللي بنقوله ده انك توسع ادراكك وتفتح ايمانك، لان هو الايقان بامور لا ترى. والايقان بامور لا ترى نمره واحد، انك انت عرش الله في الارض، وحوالين العرش السماويات، وهذه السماويات اللي حوالين عرش قلبك بتتفتح لها سماويات مركبات الله بتعبر على حياتك. لو حصل ده مع حزقيال في العهد القديم، فكان بالحري في العهد الجديد يحصل معاك، ماشي؟ وفي سماويات انت عن فعل ارادي بتغرسها، وحنحكي تفاصيل ده عمليا في الاجتماع اللي جاي بعد دقائق. وفي سماويات مثبته، ثبته في السماوات كرسي. عبرانيين، كلوسي، كلمه ربنا كلها حلو. اوكي، عشان بس اوكي، اختي قالت حاجه ما سمعتهاش قوي، بس خليني اقرا لكم الايه بتاع السماء الثالثه بتاعه بولس، كورنثوس الثانيه 12. حطها على الشاشه بس عشان بس، لانه طبعا دي ايه من الايات المشهوره المعروفه اللي الناس في بيتصوروا فيها حاجات مش مكتوبه في كتاب مقدس. فخلينا نقراها زي ما هي، عدد 3، كورنثوس الثانيه 12. كورنثوس الثانيه 12 3: اعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد، لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس. الفردوس، الفردوس، ولما تقرأ في اليوناني الفردوس، ما فيش كلمة تانية، هي الفردوس. وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ الإنسان أن يتكلم بها، من جهة هذا أفتخر. خلص الإعلان اللي سمح الروح القدس لبولس أن يشاركنا به. بولس فاكرين لما كان في مدينة وبكى الرب تراءى له وقال له ابقى في هذه المدينة لأن لي شعب كثير في هذه المدينة؟ بولس في هذا الاختبار شاف الرب. في هذا الاختبار مش مكتوب انه شاف الرب.
اشكرك انك هرشتي وانا بهرش. انا بهرش كتير قوي لغايه ما بقاش فيه. انا مش بقول اي انا ما اعرفش ايه اللي حصل لان بولس ما قالناش ايه اللي حصل. انا ما اعرفش ايه اللي حصل وانا مش بتكلم. بصوا بولس في الايات دي انا انا انا, أنا بولس في الايات دي بيقول انه 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 كده. انا بتكلم على كده. بولس بيقول في سماء اولى سماء ثانيه وسماء ثالثه واحنا تربينا كلنا على كده وانا مش معترض على هذا التعليم. انا مش بتكلم على المستويات التصاعديه من السماويات. انا بتكلم على المستويات العرضيه من السماويات ان في ربوات الوف مكرره موجوده من هذه السماويات بتتحرك على الارض يسميها في بعض احيان اعين الرب تجول. انا بتكلم على الوف الوف مكرره الرب فيها مركبات الله اللي حزقيال شافها واللي أيوب شافها هنحكي عليها في حتة تاني في أيوب شافها في الاجتماع اللي جاي طوالي اللي 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 كل الناس شافتها في العهد القديم. الرب جاء من سعير مركبات الرب دي إيه سماويات. فأنا مش بتكلم على مستوى تصاعدي أنا بتكلم على مستوى بالعرض إن في ألوف مكررة. الرب خلق السماوات لما استوى الديان على الكرسي في دانيال 7 العروش اترصت حواليه السماوات اترصت حواليه والعروش اترصت حواليه. اوكي كولوسي 1 فانا بس حبيت اقرا لكم كولوسي 12 وانا انا 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 بولس ما شرح لناش ايه اللي حصل. بولس الروح منعه انه يشرح لنا كل اللي حصل لكن بولس قال انه اختطف الفردوس. هو الرب يسكن الفردوس؟ اه الرب موجود في الفردوس اليوم تكون معي في الفردوس. لكن القصة هو الرب موجود في الفردوس؟ اصلا 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 لو انت بتؤمن او كنت قبل هذا الاجتماع بتؤمن ان الرب اخره السماء ربنا مش اخره السماء السماء اتخلقت. لو رب اخره السماء السماء الثالثة مش في الفردوس يعني السماء اللي هو موجود فيها مش في الفردوس هو اعلى من الفردوس. هو بيتواضع ويتواجد في الفردوس اليوم تكون معي في الفردوس. هو دايما بيتواضع ويأتي للسماء عشان يقابل الإنسان فيها. أنا مش عايز أسبق نفسي لأن أصلا وجودنا ككليسية في الأرض ووجودنا في كليسية السماء الكليسية الموجودة في السماء إحنا مع بعض في الروح. ما هو ده جزء من ما لا يرى إن الإكليسية أستعمل تعبيرات الأرثوذكسية الحلوة الإكليسية المجاهدة في الأرض والإكليسية المنتصرة في السماء لما بيقفوا يعبدوا الرب هما الاثنين بيقفوا مع بعض. بس طبعا ممكن يحصل سوء استخدام لكن القصة إن الإكليسية في السماء شايفة الرب والإكليسية اللي في الأرض شايفة الرب والاثنين بيقفوا في نفس المكان في السماويات قدام الرب. حضرتك مش عايز احكي قصص لكن حضرتك ببساطه لما بتقف وتسيب نفسك في الروح انت بتتواجد في حته ممكن تخبط في في في, في مرقس رسول. بس القصه مش بتخبط في مرقس ورسول عشان تعمل كده. قصه ان مرقس وانت مش شايفين غير حد. فاهم حاجه؟ لما كان يوحنا يشوف الملاك ويقوم واقع ويسجد ويقول له حبيبي تسجد لمين هو بص هناك انا وانت بنبص في نفس الحته لان الاكليسيه المجاهده والاكليسيه المنتصره كلها بصه لنفس الحته. هنخلص كولوسي 1 فيه تصورش قد ايه عشان كده اسمه سر التجسد ان الله اللي من الابد اللي هو اعلى من السماوات بيختار انه يتواضع ويسكن في السماويات وبيختار انه يتواضع ويسكن في المتواضع ومنسحق الروح.
ما تصورش قد ايه المعجزه، لان ادراك التجسد، ادراك المعجزه، ان بدونها ما تقدرش. هو ده معنى بدوني لا تستطيع ان تفعلوا شيء. هو ده المعنى، به نحيا، به نتحرك، به نوجد. هو ده المكان اللي باخدك عند ركبك وعند رجليك وتتواضع وتنطرح قدام الرب، لانه اي اله مثل هذا، اي اله مثل هو ده المكان، وهو ده المكان اللي بيديك رجاء اصلا. انت عارف اي تعليم تاني، اي تعليم تاني، انا بقول عليه تعليم تاني، اي تعليم تاني بيطلع امكانياتك انت وبيطلع قدرتك انت وبيطلع اي حاجه منك انت، وما بيطلعش رجاء، لان الرجاء الوحيد، الرجاء الوحيد ليا قبليك انه تجسد المسيح فيكم ايه؟ لا، قبل المجد رجاء. في رجاء بكره؟ يس. ليه؟ لانه تجسد في الجسد، لانه فيك في رجاء. حد فاهم رجاء؟ دي مش صاحبتك. في رجاء هنا. رجاء عكس يأس، رجاء عكس أعلى مفخلك اركبه، رجاء عكس أصل هي كده وملهاش حل، رجاء عكس العالم واللي بيوصلهولك في فلوسك، في حياتك، في شغلك، في أبوابك المقفولة. في حاجة المسيح فيا رجاء. ليه؟ لأن اللي فيا ساكن السماويات وساكن أعلى السماوات، وأنا بتحد بيه، وحوالين العرش اللي هو بيعمله في حياتي، أنا عرش الله في الأرض، وفي سر بيسري فيا اسمه سر التقوى، اللي هو الله ظهر في الجسد بيسري فيا. فأنا أصلا الأبواب الواقفة هنا أنا مش بنطحها من هنا، مش بنطحها من هنا، انا بنطحها من فوق. ليه؟ لانه في حاجه، انا مربوط بسماويات، والسماويات دي متحركه ربوات الوف مكرره، وانا بفتح السماويات، بفتح الكتاب كده، وفجاه الدنيا تتفتح، وبتواجد في حته من العرش الالهي اعلى جدا من اي حاجه في الارض. هم اخواتنا لما كانوا بيلفوا حوالين السور كانوا يعني بيحفروا، ده كانوا بيلفوا في الحضور الالهي، كانوا بيلفوا في الحضور، عشان كده كانوا ساكتين، كانوا بيلفوا الحضور الالهي في حاجه في ده 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 اللي هو ده اجتماع بكره، الحرب الروحيه وما لا يرى. دول كانوا بيلفوا في حاجه، بياتوا بالحضور الالهي، بياتوا بالعرش، بياتوا بمركبات الله. وفي اليوم السابع هتفوا، بعد سبع مرات هتفوا، فسقط السور في مكانه. ترخ، ما هو يا اما قصه مدارس احد، بالمناسبة كليات اللاهوت الليبرالية يقول لك دي أسطورة. ما أنا عارف. بأمانة، كتب كليات اللاهوت الليبرالية تقول لك إن قصة أريحة أسطورة. كتب مسيحية، كتب تفسير. ما هو ما انت لو 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 سطحت بتخبط في الحيط، تلبس في الحيط، ولما تلبس في الحيطه خلاص بقى طلع قوه، لك منظر منظر تقوى منكرين ايه قوتها، بس بساط خالص. ده الازمان الاخير. فالشعب ما كانش بيحارب، ما كانوش بيلفوا بيحفروا عشان السور يقع في مكانه، لا، ده كان في حاجه بتحصل في الروح، ده كان في مركبات الله بتتحرك، وهم في حاجه بتحصل، في حاجه بتحصل، في حاجه بتحصل، فسقط السور في مكانه. احنا ايه اللي دخلنا في الحته دي؟ كلوسي واحد، كل ده احنا كلوسي واحد. أنا بحب كلوسي واحد لأنه 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 يجنن، لأن يسوع يجنن. محتاج تفهم الذي هو، عدد 15، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض. السماوات اتخلقت يا جماعة، هو ما كانش قاعد فيها.
فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداية بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء فيه السرة أن يحل كل ملء الملء اللاهوت كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم إذا ده صالح السماء دم صليبه صالح كل ما كان على الأرض أما في السماوات إيه تاني أروح أي حاجة ممكن تحصل بيشاورولي فا يا جماعة أنا بقرأ كتاب مقدس. عامل أنا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. يعني كده صالح. بس انت لما بتمشي كده هو السماء الاولى السماء الثانيه السماء الثالثه بتسطح الامور وبتخليها كده هو زي ما هي كانها سهله قوي عماره ثلاث ادوار سماء ده اللي احنا تربينا عليه كلنا يا جماعه جود مورنينج مش عارف والرب عمال بيحكي عن السماوات وبيحكي كان ألوف مكررة وبيحكي عن حاجة عدت فوق حزقيال وبيحكي عن حاجة بتتفرش فوق أيوب وبيحكي عن حاجة اتحركت في سعير وتلألأت من فران وبيحكي عن حاجة حلت فوق جبل سينا وبيحكي عن بولس لما تقابل مش حكي عن صعوده إلى السماء الثالثة حكي لما تقابل مع الرب والرب تقابل معاه في العربة في الصحراء إيه الأخبار طيب إيه الأخبار لما تقابل معاه في الصحراء ده تقابل مع الرب واخد الانجيل من الرب مباشره بالروح القدس حلو قوي ده هو قال انا اتقابلت مع الرب في الصحراء وما قالش انه تقابل مع الرب لما اختطف للسماء الثالثه انا مش بقول ما قابلش مع الرب انا بخليك بس فكر 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 انا ما بقولش ما قابلش الرب بس هو ما قالش يمكن ما قالش ما قالناش بس قال لنا انه قابله في العربه في الصحراء اللي أنا قابله لما قال له استمر في هذه المدينة سنتين طب لما قابله في الصحراء ده ما كانش السماويات لما حزقيال شاف السماء مفتوحة عند نهر الخبور ما كانش السماويات ده هو اللي قال لنا رأيت السماء مفتوحة وشفت العرش وسجدت ويقول لك هنا إن يسوع في الفدا فدى السماويات والأرض دي مش الآية الوحيدة فاكتب الآية دي تأثير الفداء على السماويات اكتب كلوسي 2 لو عايز تكتب كلوسي 2 20 واكتب عبرانيين 9:23 يقول لك زي ما الدم كان بيغطي أشباه السماويات في الهيكل دم يسوع غطى وطهر السماويات فوق أنا قلتها بسرعة عليكم عبرانيين 9:23 فين المشكلة؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة. العنوان تأثير الفداء على السماويات. عبرانيين 9:23 كان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه ده بدم التيوس والعجول. كان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات دي حاجات بتمثل ما في السماوات دي أشباه والظلال اللي هو إيه اللي هو المائدة الخبز الوجوه المنارة كل الحاجات اللي كانت في الهيكل في العهد القديم كان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه بدم التيوس والعجول أما السماوات عينها طهرت بذبائح أفضل من هذه ذبيحة دم يسوع إذن السماوات طهرت أنا ما أعرفش حضرتك ايوه ما سموات غير طاهره قدامه طبعا بس ما أنا ما...
لان السؤال اللي وراها ازاي، بس مش موضوعنا لان لو فتحناه ما حدش هيقعد في القاعه. انا عارف الاجابه بس مش موضوعنا خالص. بلاش 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 بس حتى ان السماوات مش طاهره قدامه. مزمور هي موجوده في عبرانيين بس نقراها من مزمور، مزمور 102. ما كنتش عايز افتح الموضوع ده بس ماشي. مزمور 102 من قدم اسست الارض. مزمور 102 25 السماوات هي عمل يديك، هي تبيد وانت تبقى، كلها كلها كل السماوات تبلى، كلها تبلى، كلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن. وتغيرهن ده حاجة شغالة 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 شغالة، كرداء تغيرهن فتتغير. يعني السماء تبلى فيقوم لممها وفارش سماء تانية، بعد شوية تبلى يلمها ويفرش سماء تانية. ده لما تبص في الفعل تجده حاجة مستمرة، تغيرهن، حاجة عمالة شغالة 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 شغالة. وبيغير السماء المثبتة؟ لا، ده بيغير السماوات اللي واختبارك مع السماويات بيتغير. والرب فدى سماوياتك عشان هو يتواضع ويأتي ليك فيها، وانت تعطش وتصدق لوجودك فيها. فرب فدى السماويات الشخصية، عشان كده السماويات كانت محتاجة فدى. رب فدى السماويات المتحركة على الشعب، لأن الشعب خلينا أقولك بعبدته لأصنام حتى بعد ما يؤمن، عبدته بالخطايا حتى بعد ما يؤمن بيلوث السماويات بتاعته. حضرتك بعد إيمانك أنت عرش الرب على الأرض، وحوالين هذا العرش السماويات. لما بتعمل خطايا، لما بتعبد آلهة أخرى، أنت بتلوث السماويات بتاعتك. بتحتاج الدم أنه يطهر السماويات اللي عليك واللي فوقيك وبتاعتك، عشان ترجع سماوياتك مرة أخرى مش بالية. على الأقل كده بسيطة. بتطهر بيطهر لك السماء، لأن السماوات اتخلقت مع الأرض. تعرفين إن الاثنين حصلوا مع بعض؟ أوكي، هقول حاجات مش في كتاب مقدس دلوقتي. أوكي، الجملة اللي جاية دي إيه؟ مش موجودة في كتاب مقدس. كل اللي فات كان موجود في كتاب مقدس. أوكي، التقليد اليهودي يقول لك كده إن ربنا لما خلق السماء والأرض أخذ بوزيشن معين. ده مش موجود، ده تقليد يهودي مش في كتاب مقدس. أوكي، وهذا البوزيشن اللي أخده الرب هو هو البوزيشن اللي أخده سليمان وهو بيدشن الهيكل. إيه البوزيشن؟ بوزيشن جسدي، وقفة جسدية. إيه الوقفة الجسدية؟ إيد مرفوعة في السماء وإيد ممدودة على الأرض. والتقليد اليهودي يقول لك ان ايد اليمين بتاعت الرب، ده تقليد اليهودي، ما تقولش نادر قال ان الايد اليمين كانت للسماويات والايد الشمال كانت للارض. وهو ده الوضع اللي اخده سليمان في تدشين الهيكل، رفع ايده اليمين للسماويات ورفع ايده، كان لما يصلي للبيت يقول له هنا فانت تسمع من السماء لكل صلاه خارجه من هذا البيت، لان بحسب التقليد اليهودي ده اللي بيوصل السماء بالارض. فلما رب خلق السماء خلق الارض دب دب، خلق السماويات وخلق الارض في نفس الوقت. خلق الله السماوات والأرض، ولما خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض دي كلها احتاجت فدا. طبعاً أنا عامل كده كأن السماء فوقينا عشاننا، بس القصة كلها أن رب ده نظر للأسافل، ده بيتواضع وتواجد في السماويات. فسماويات حضرتك بتتلوث بخطيتنا،
للي بيقفل السماويات في بعض أحيان، مش في بعض أحيان يعني، بس في حاجة. عشان كده الدم بيطهر، مش بس بيطهر حياتك، بيطهر سماوياتك، لأنه السماوات طهرت عشان شعب الرب، عشان رب يأتي فيها، لأن بالنسبة له السماوات مش طاهرة، وعشان هو يأتي فيها، وعشان الشعب يأتي فيها. فبتتقابل مع الرب في السماويات، لأن أنت عرش الله في الأرض، حواليك سماويات، وفي قدس الأقداس سماويات، وفي الأبد سماويات، ساكن الأبد، ساكن الموضع المرتفع، ومع المتواضع المنسحق. وده عرش، وده عرش، وده عرش، وده سمويات، وده سمويات، وسمويات. وعلى قلبك في سمويات متحركة، والرب يقول لك حبيبي ده المكان بتاعك، انت عرش الله على الأرض، تتقابلوا مع بعض، في حاجة بتحصل، ده مكان انت بتسجد للآخر فيه. حد لي نفس يسجد في البيت؟ ما هو لو انت لو انت لو انت لو انت مش بتشوف كده، فانت بتتدين، بتعمل مظهر خارجي، ولا انا مشغول بينك تدرك ما لا يرى، ما لا يرى، ما لا يرى. فالسماوات طهرها كرداء تبلى. يعني ايه السماوات تبلى؟ من كتر الهرك. صعيدي دي ولا ايه؟ بتضحكوا على ايه؟ طيب ما هدومنا بتبلى من كتر الهرك، بتضحكوا عليه؟ مش فاهم يعني ايه السماوات تبلى، عشان الملائكه رايحه جايه يعني. مش انا اللي بقول السماوات تبلى فتغيرها. ولو قلت لي عهد قديم، اقول لك عبرانيين واحد مستخدم نفس الايات بالنص، واخدها بنفس، هتلاقيها في عبرانيين واحد، اعمل كروس ريفرنس هتجدها هنا، هي هنا، فبيستخدمها في عبرانيين واحد بكل الوضوح. اقول لك السماوات تبلى فتغيرها. يعني ايه السماء تبلى؟ عشان بقالها سنين طويله اكسبايرد. مزمور 103 ونختم. ممكن توعدوني ان هناخد بريك صغير ونرجع طوالي عشان عندنا شغل؟ اشجعكم، هشرح لكم ازاي تغرسوا السماء. ما تخرجوش من القاعة. اوكي، مزمور 103:19. مزمور 103:19. مزمور 103:19. الرب في السماوات. حلو. ثبت كرسي. مش معنى كده ان هو ده مكانه، هو ده احد الريفيليشن، احد الاعلانات بتاع الكرسي. هو قبل السماوات موجود، هو السماوات دي اتخلقت، الكرسي ده هو خلقه، هو كان موجود من قبليه، هو من الابد، ساكن الابد. الرب في السماوات ثبت الكرسي، مملكته على الكل تسود. باركوا الرب. خلي بالك بقى، باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين القوى الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. بارك يا نفس الرب. هاخد معنى صغير من الآية دي ونصلي. عايز تسميه معنى تأملي سميه، بس أنا مش بحمل الآية أكتر ما هي موجودة. كل دولة ملائكة الرب، جنود الرب، ربوات ألوف ملائكة، جميع أعماله موجودة في العرش. الرب في السماوات ثبت كرسي، مملكته على كل تسود، وكل دول بيجتمعوا حوالين العرش. بس القمة اللي بتكمل اللمة عند العرش نفسك. آخر حاجة في القائمة في مزمور 103 إيه؟ نفسي. في حاجة ناقصة لو نفسك مش موجودة. لو جميع ملائكته وجميع أعماله وجميع جنوده
ونفسك مش موجودة في حاجة ناقصة. ليه؟ لأنه الملائكة والجنود اللي في السماء وجميع الأعمال مش عرش الله في الأرض. قلبك هو عرش الله في الأرض. في حاجة ناقصة لو قلبك موقفش في المكان بتاعه، لأن عرش من العروش مجاش قدام الجالس على عرش العروش. لو حبينا نرتبها هذه الآيات بدماغنا هنحط نفسينا وبقى نحط الملائكة، مش كده؟ لا، ده التوب، ده الكيكة وحطوا الكرزة فوق. مش معنى كده أنا جعان، مش معنى كده أنا بأكل كيك وكريز. الملائكة والجنود باركي يا نفسي الرب، لي لأن نفسك هي العرش اللي حواليه السماويات، ويجب أن يتواجد قدام الرب الذي ثبت في السماوات كرسي، لأنه هو ساكن الأبد، ساكن الموضع المرتفع، وساكن مع المتواضع ومنسحق الروح. أنا كنت هختم، مش هختم. أرمية، معلش أنا آسف، أنا بعتذر. أرمية 17، أنا آسف، أنا وعدتكم، معلش. أرمية 17، بصوا، ما أصلا أنتوا لو سبتني كنا ممكن نقضي اليوم من كله، أنتوا ما تخرجوش من قاعة لغاية بالليل. أرمية 17، عدد 13، أرمية، أنا هختم بيها، أرمية 17 13، معلش أنا آسف، سامحني. أرمية 17 13، كرسي مجد مرتفع، كرسي يعني عرش، طالما في عرش يبقى في سماوات. كرسي مجد مرتفع من الابتداء، بالبداية. الوصفة دي هو موضع قدسنا. الشاهد أنا ما قلتش أرمية 17 12 13، أنا أخطأت في السماء وقدامكم. أرمية 17 12، كرسي مجد مرتفع من الابتداء هو موضع مقدسنا. لما تقراها في العبري هي واضحة في العربي، بس ممكن تزحلقها من نفسك. لما تقراها في العبري يقول لك إيه؟ كرسي مجد مرتفع، وكانه لوكيشن من البداية، ده المكان اللي احنا قاعدين فيه. كرسي مجد مرتفع من البداية، ده المكان بتاع كل واحد فينا. كرسي مجد مرتفع من الابتداء هو موضع مقدسنا، هي صح، بس انت ممكن تزحلقها من نفسك. بس الآية في العبري بكل وضوح أؤكد لك، دور ورايا، بتقول كده: كرسي مجد مرتفع من البداية، ده المكان بتاعنا. كرسي مجد مرتفع من البداية هو ده المكان بتاعنا. تعالوا نقف كلنا. مش نتكلم، هنغمض عينينا دقيقة واحدة، ما تقلقوش، ما تنزعجوش، دقيقة واحدة. أبويا السماوي، بنعظمك، لأن السماوات مش بعيدة، السماوات فينا، ملكوت الله، ملكوت السماء فينا، لأن حوالين عرشك فينا سماويات، وسماوياتك بتتحرك فوقينا، وسماوياتك شخصية فوقينا، وسماوياتك مرتفعة جدا 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 إلى علو السماء، وانت بتتنازل وتتواضع عشان تقابلنا في السماويات دي. يا رب نرفع ايدينا وبنعظمك، لانه من مثل الرب الهنا. نرفع ايدينا ونعظمك لانك يا رب انت هو الكل،
وليس سواك. بنرفع اسم يسوع كوكب الصبح المنير، بنرفع عمل الروح القدس، وبنرفع إبوة مصدر حياتنا الرب يهوى الرب. بنعظم اسمك يا رب، اللي كانوا بيخافوا ينطقوه، كانوا بيقولوا حروفه عشان ما ينطقوش، والنهاردة بننطق هذا الاسم يا رب، وبنعلن مجدك. أنت يا رب السماء السماوات لا تسعك، وجيت تسكن في البيت بتاع قلب كل واحد واحدة فيه يا رب. ما أمجد هذا السر، ما أعجب هذا السر يا رب. عظيم هو سر التجسد، سر التقوى. فرب تحرك في كل واحد واحدة فينا، وسع إدراكنا، وسع يا رب. زي ما كسرت محدودية دماغنا النهاردة، كسر يا رب كل محدودية أرواحنا، كسر يا رب محدودية أفكارنا ومحدودية رؤانا الضيقة المحدودة. أوسع أوسع أكثر مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا في المسيح يسوع. يا رب ما أعظمك، ما أبهاك، ما أمجدك يا رب. من مثل عظم الرب.